السلام عليكم. هنا واحد التجربة علمية بسيطة اللي غادي يعتمدوا فيها على تي دي اس ميتر و الكترولايزر واتر. هاد جوج ديال الأجهزة كيتستعملوا لقياس جودة المياه. بالنسبة للجهاز الأول اللي هو تي دي اس ميتر، كنقيسوا به نسبة المعادن الدائبة. أما بالنسبة للجهاز الثاني، هو كيمرر تيار عالي في المياه باش نعرفوا نسبة الموصلات على حسب اللون اللي كتغير ليه المياه من بعد ما كنوصلوا فيها التيار الكهربائي العالي. هنا عندي ماء مصفي بطريقة ريفيرس اوسموسيس ديال واحد البئر اللي عندنا في المنطقة تاعنا، اللي منطقة ساحلية ديال الآبار، فيها كيكونوا مالحين. وهذا كاس خاوي اللي غادي نخوي فيه الماء ديال شركة سعودية. تيقولوا الناس اللي كيتاجروا في هذا الماء في البلاد باللي هو ماء زمزم، والناس الاغلبيه اللي كيستعملوه الناس كيكونوا مراض وعندهم مشاكل صحيه على اساس انه يجيب الشفاء الى غير ذلك. هنا غادي نقيس نسبه المعادن الدائبه اللي كاينه في الماء. كما كنشوفوا هنا في الجهاز الاول عندنا واحد القياسات، واحد لاشارت تاع القياسات. كما كنلاحظوا من بين 0 حتى 100 كيتعتبر ايديال واتر، اي ماء مزيان بزاف. من بعد 100 كندخلو في النيفو ديال الهارد واتر، اي ماء صعيب قاصح. الحد ديال الانسان كما وصلت المنظمه العالميه للصحه والمنظمات الاجنبيه باللي الحد هو 500 بي بي ام، اللي كتعطي 500 ميلي غرام، اللي هي نصف غرام في الليتر. هو الحد الاقصى اللي ممكن الانسان يشرب الماء بديك النسبه المعادن. كما نشوفوا الماء اللي صفيت بطريقه ريفيرس اوسموسيس، غادي فيه 67 بي بي ام، اي 0.06 غرام ديال المعادن الدائبه. هنا كما كنلاحظوا القياسات انه كاين في الكاتيجوري في المقياس اللي مزيان، اللي هو الايديال واتر. نعاودو نديبلوكيو الجهاز، نحطو للصفر. هنا كما كنشوفوا الماء اللي جاي من السعوديه، الشركه المورده كتقول باللي ماء زمزم. انا نعاود القياس، بلوكي 928 بي بي ام، اي تقريبا 0.92 غرام، قريب الغرام. ما بقى والو، ما بقى غير واحد 70 بي بي ام، اي 70 ميلي غرام، اي انه تجاوز الحد الاقصى بكثر من 400 بي بي ام، اي 400 ميلي غرام. هذه بالنسبه للتجربه ديال القياس ديال نسبه المعادن الدائبه. دابا ندوزو للتجربه الثانيه اللي هي الواتر الكترولايزر، اللي نشوفوا النسبة ديال المعادن الدائبة والتوصيل الكهربائي اللي هيكون في الماء عن طريق تمرير تيار كهربائي عالي في الماء. نوصلو بالكهرباء. هنا الماء اللي صفيت عندي في المنزل، هذا الماء ديال هاد الشركة اللي كيقولوا بلي ماء زمزم. كما كنشوفوا التفاعل ديال التيار مع نسبه المعادن اللي طالعه في هذا الماء كان في وقت وجيز جدا. كما كنلاحظوا الماء بدا كيتغير اللون ديالو بالتاثير ديال التيار الكهربائي اللي المعادن بدات كتحترق. كما كنشوفوا حتى درجه الحراره ديالو راه ارتفعت لواحد الدرجه، واحد النسبه طالعه وقت اللي وجيز جدا، يقدر ينفجر الكاس في أي لحظة. عندي رسالة أخيرة موجهة للسلطات الصحية المغربية باش تتم المراقبة ديال المياه المستوردة من الخارج، لأن سيرتو كي بحال هاد الشركة اللي
من المملكة العربية السعودية، اللي أغلبية الناس مساكن اللي غادي يمشيو ويقلبوا على النوع المياه كيكونوا مراض وكيكون عندهم أمل أنهم يشربوا هذا الماء يتشافاو، بينما الحقيقة هاد الماء غير غادي يزيد يدهور الحالة الصحية ديالهم. بالنسبة لهاد جوج أجهزة، راه بالنسبة للناس اللي مهتمين وبغي يعرفوا شنو كيشربوا، راه ضروري يكونوا عندهم. هادو أجهزة بسيطة ديال عملية كنسموها تحليل أو قياس المياه، اللي تقدر كتعطيك نتيجة في أقل من ثانية، وحاجة تقريبا سهلة باش تستعملها ولا تشتغل بها ولا تشرح للناس طريقة الاستعمال ديالها ولا كيفاش. المهم هذا ما كان.